www.adakira.com. وجهنا لجميع الشكايات لهذا السيد هذا وريناه اش خصو يدير وريناه الابواب اللي غادي يطرق هذا السيد خصو يرجع الحق ديالو لانه تعرض لاستغلال استغلال السلطات واستغلال النفوذ كتبنا عقد شراكة عاد من كتبتو
كتبناها كتبناها عند كاتب وديناها للجامعة الإنجليزية. كاتب عمومي. كاتب يعني كاتب عمومي. كاع تيكتبوا عندو الناس خاص بهذيك الكتبة ديال تما ديال هذاك الكاتب. هو اللي كتشوع عندو. هو اللي كتشوع عندو. يعني كتبتوا العقد؟ كتبنا العقد. بينكم تنقل ديك الشروط ديالهم ديتو معاهم. بنيت ليهم كملت ليهم. حنا ما وصلناش ما خلصنا لا بنيتي ولا كملتي. انا سولناك كيفاش تلاقيتي مع الناس ولا كيفاش تعرفتي عليهم؟ كيفاش تم هذاك العقد بينك وبينهم؟ دابا على السلوك كيفاش حصلتي على الرخصه ديال البناء؟ كيفاش خدمتوا مع الرخصه ديال البناء؟ عاد نوصلوا للبناء، فين كانت الرخصه واش بديت تبني في هذا الدار؟ كيفاش حصلتي لها؟ هما اللي جابوها لي. هما؟ سميتهم هما؟ سميتهم. وانت انت كشريك علاش ما تخلي سميتك في الرخصه؟ وانت اللي غاتبني. ما دخلتيش سميتك في الرخصه. ما دخلتش هذا النظام اللي غادي على حساب على هذا هو النظام اللي كاين ديال الاداره اللي ديال عمران ولا شنو ديال عمران ديال عمران هكا ديال عمران. المده اللي استغرقتي في البناء ديال المنزل داير معاهم واحد واحد عقد ضرب 6 شهور تكمل ليهم خصهم يسكنوا خصهم يسكنوا لان ما كملتيش فين كتخلص لهم الكار. انا في ملي الله تلاقيتي مع هذوك الناس تلاقيتي معاهم واش كان هناك شي تراضي كيفاش كنتو ملي تلاقيتو اش الناس اللي تلاقاو انت كا تولي شريك ديالهم فهمتي تولي عندك تولوت هما عندهم تولوتين فهمتي وفي العقد حددتو كل واحد شنو هو غادي ياخذ في هذاك المنزل انت شنو كان عندك نصيب كان عندي سيدي 50% 50% عندك في الدار كلها الدار ومن ناحية السطح نعم درناه من ثالثة السطح كان السطح الثالثة فرق على ثلاثة زيد فرق على ثلاثة زيد ولا كيفاش كانت ديك الثاني ديك المعاملة بينك وبين المعاملة واش كانوا تيعرضوا عليك تتعرض عليهم لأن الناس غادي أنت دابا تشاركتي معاهم الجانب الإنساني وأنت واحد منهم الناس تيعرضوا على الناس تتحشي على الناس تتغدى على الناس تشكو الطعام يعني غير من جهه الانسانيه من جهه الانسانيه كيفاش كنتو النوبه الاولى كيفاش كان هذيك لونجونس كانت هذيك النوبه الاولى كيما قلتي نعم شويه ديال زيد ديال عرض عليك وتعرض عليك لا لا من ناحيه العرض انا كنت شويه فاهم اي انا من ناحيه الانسانيه تما قال قبل ما ريت كاين يقول لك دير لي حاجه مزيانه الشهر ديالها واخا اللي طلبات نديرها لي اللي طلبات نديرها لي اللي طلبات نديرها لي ولكن شي الاسباب دابا اللي خلاتهم دابا ولاو دابا ما بقاوش غاديين على داك الشيء اللي انت تتفق معاهم عليه داك الشيء اللي متفقين عليه ما بقاوش هما راضيين هما على داك الشيء الوقت اللي كمل اشنو الاسباب ما هو كنت انت انت وياهم على هذا المسمن مع الاسم ضحكي اللاعبين غادي مزيانين صلحتي ليهم داك الشيء اللي بغاو درتي ليهم كيفاش هما تقلبوا عليك ولا دابا تيشوفوك واحد شي اخرى غير ديك الشوفه الاولى اللي كانت تيشوفوك اسيدي قال لك تعطينا 5 المليون علاش هاد 5 المليون 5 المليون تيسمي واش حلاوه واش كان يقولوا في البدايه عطيتهم في البدايه قال لك هذيك شحال عطيتهم في البدايه عطيتهم 5000 درهم وعطيتهم البروميير الواحد البروميير راه حقنا ناخذو علاش عطيتي ليه علاش عطيتي ليه قال لي ودي راه هذه هي الانسانيه اللي درت معاها مزيان اليوم ديال راجل راجل مريض ما تقدرش نطلع مع الدروج الله يجازيك بخير انا معطيني البروميير وتعاون معايا ب 5000 درهم وهاد السيده راه تطلع للطروازيام غادي تعطيها مليون داكشي اللي درت معاهم اخر ما طرد ليا وعرفتي لحقنا الوقت الموضوع اللي غادي ندخلوه تما بين كيما دابا هاد السيده هي كاتبه ابراء الدم ما بينه وبينها والو اللي قلت لي يلا تدير لي هذيك ابراء الدم ندخلو الموضوع قال لي قال لي تعطيني 5 المليون علاش هاد 5 المليون 5 المليون سماوها هما حلاوه ولا الله اعلم ما عرفتش حلاوه ما عرفتش بغا ياخذ 5 يدير 5 ديال 5 المليون واش كاع هذوك الناس اللي هما بحالك انت في هذاك في هذاك المشروع المشروع في هذاك الحي ملي تيكملوا البني تيعطيو الناس 5 المليون كاين اللي تيعطيو كاين كيف كاين اللي تيعطي في الاول ما يبقاش يعطي حتى تعطى معطى في الاول ما يمكنش تتبني بسالي هذا هذا تعطي راه الاتفاقيه تكون في الاول ماشي في الاخر الاول ماشي تتبني لي هذا تشرط عليا شي شروط اخرى في
هي ماشي انا ما هي ماشي حتى في البال ديالي هذا الشرط ديالهم هما يعني كون كانت تحط في المكتوبه مزيانه ولكن الفواتير ما كاينش هادشي يعني كان هو زيرك دابا قال لك تعطيني 5 مليون وغادي نكتب لك براءه الدم وما غاديش تدخل ما غاديش تدخل للمعهد من اكثر من المعهد من اكثر من المعهد اشنو الاسباب؟ الاسباب هي هادي تعطيني 5 مليون ربط لي هنايا تعطيني 5 مليون ولا ما تدخلش والاخرى تقول لك عطيتي 5 مليون تعطيني انا 5 مليون علاش؟ دابا هنا بحالو بحالو دابا هنا منعك من المحل ديالك منعني من المحل ديالك ما خلاكش تدخل المحل ديالك لا ما خلاني واش جاتي انت لان مصلحه مشيتي ليها باش تدوي عليها جيت اسيدي درت عام قضائي خرج معايا ماشي عام قضائي الناس النوبه الاولى تمشي للدائره عند الامن مشيت اول مره فين مشيتي المره الاولى؟ مشيت عند القيد جيت على القيم خرج معايا شي 3 مرات القيم العين ما كان العين ما كان شي 3 مرات دار التقرير ديالو القيم دار الاجراءات تاعته لا سي ديال الفور ديالو دخل معايا وطلع الفور وقلت له مادام القيم جا خصو تا هو يكون عند واحد الفور ديالو تا هو تيقدمو تا هو تيقدمو للمحكمة المنقرة زيد واش دار الفور ديال القيم ولا ما داروش لا ما يمكن ما داروش خاصو يديرو القيم دابا غادي يعاونك كلشي لقيته هو غادي يخدم غادي يوريك السبب غادي يعاونك نوريك السبب انا ما دايرين علاش ما دارش هو التقرير هو نصحني الله يجازيه بخير ياك دار خدمته جات 3 مرات وانا ما كملهاش يعني كما قلت لك التقرير الكتابة الكتابة اخر مطر اخر مطر جا المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة اش قال لي قال لي ولدي الناس هذوما ما تقدش عليهم وليس كان عندك واحد الشهاده هي هذا هو التقرير ديالو ما قلتش عليهم هذا من بعد دابا انت دابا انت دابا شكيتي القيد جا معك القيد قدم لك المساعده ما لقاش اساسا غير واحد جوج اساسا راه تيهجموا هاد الناس راه هذا هو الان ديالك كيفاش كيفاش عجبك وما خلاوش انت حتى مشاو 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 اسي حتى ما خلاوش انت من الحياه تدخل وعلى غاتجيب جوج اساسا جا اساسا ناس كتجيو ما ما حارش في التمشى غادي مع اساسا علاش انا راه ما تندخلش انا اساسا ما يخليهمش كاع انت كاع انت كان دريبيتي اليوم وعندك حق هو تاخذ شنو ما خلاهمش تدخل ومنعوك من السكن ديالك واجب ديال اساسا هذا الشيء ديال اساسا ومن بعد جرعوا عليهم جوج جوج هندات الصراوي وقبار داك الشيء كيما جوج هندات جوج هندات اللي جايبين ديال بنادم عصابة كاع عصابة ديال الصراوقهم كل شيء ضربوا العساسة لا ما ضربوهمش غير جا قالوا لهم تهديد ماشي تهديد قريب شوف حالكم ولا تاكلوا العصا بالفعل جو عندي في الليل ماشي 9:30 فوق جو عندي قالوا لي ودي راه هجموا علينا الصباح مشيت للكوميسيرية شفتي ديال عند رجال الامن رجال اش من دائرة هذه ديال الاناسي ديال الاناسي ديال بيجي الشرطة القضائية الشرطة القضائية زين شفتي معاك محضر داروا معايا محضر سنتو الشهود سنتو لي هنايا عطينا سيرجي 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 تقريبا شي عام عام انت تمشي تجي عام في الكوميسيرية بوحدة عام انت كتمشي عام انت في هذاك المركز عام وانا في هذاك الشرطة تما ولا كثر كاع من عام وانت تما ولا تما تمشي وتجي دار معاك محضر ما حدش دير سيرت ليس سيرت ليس مفتحوا معاه محضر ولكن ما حلوش المحكمة قال عام سيرتو تي سيرتو لي سيد على الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تم لي تمشي تيقول لك 12 سيده 12 سيده ما نقرتي يقول لك والو وما جاني عندك ما صورنا من هذا السيد والو ما صورنا له والو هذا اللي جاني الامن الشرطه غادي تقول لك هذا الدراري بالك غادي يموت لينا هنايا يموت ولا عليك انت وما لا عليه هو بغا يموت لي على هو نيت الا جبنا راه مريض راه يموت لينا اسمع لي هذاك المريض راه كاين السبيطار اذا كان مريض مريض ما تيجيش ديال الناس اللي تي ديال الناس هذا راه عفريت ماشي مريض هما كانوا يديروا خدمتهم يكون مريض يجيبوه يستشر مع السيد اللي هو كي جاك المريض هو غادي يعطي الامر ديالو غير كان مريض دور السبيطار ما غايديو له عنده المهم واش خدمتي من بعد من بعد سيدي قالوا لي رجال الامن راه حنا درنا لكم يسير كاع راه درنا في الشارج ريشيرشي ريشيرشي ما بغاش عنه ما بغاش عنه اللي حضر غادي نشدو يعني كانت واحد المناسبة بان لي أنايا قلت لهم راه الوقت كي يلا نزل من الدار الوقت اللي نزل من الدار شدو جرو دخلوه للكوميسارية تاع الكوميسارية المعهد قريب
دخلوه ملي دخلوه طاحت مرة عليهم. شحال في عمره تقريبا؟ غتكون في عمره 63. موسين هو زعما موسين. مرة خرج الكشاكش من فمو هي هذيك جاو ولدو تيجري قبل باقي قبل ما يدخلو جاو ولدو تيجري تيغوت الو جلال الو جلال محمد راه الولي راه شدو ويتي الجلال تيموت على هاد الجلال العائلة ديالو ويكون العائلة ديالو انا بغيت نعرفو شكون هاد الجلال هما تيقولو بلاتي ها هو غوت على الجلال هما من بعد جالو مع رجال الأمة ها هو قلت على من بغى محمد عبد القادر الجيلاني قوت على الجيلان ما كاينش دار في نص ساعه قوتوا لي بالتليفون راه انت صورتي كيفاش تصور؟ انت صورتي هو بيت في المحل وهو خرج هما يهزوا التليفون قالوا لي الو جيلان الو جيلان هو اللي درا شدو ما كاينش نص ساعه تقريبا خرجوا ولو تيعيروا فيا انا بالتليفون بالتليفون تيعيروا فيا منين خرجوا منين خرج؟ خرج من الكوميسيريه من الكوميسيريه من الكوميسيريه خرج ما كانوا شيرش راه خصو يبقى يعتقلوا تيقدموا سي الوكيل سي الوكيل كيحالوا المحكمة هو اللي بغا يدخل المحكمة بغا يلقوه بغا يخليه بغا يشدوه بغا الوكيل هو اللي عنده الصلاحية هما هذوك ما عندهم الصلاحية الشدة هي اللي زعلاتو يشدوه راه قالوا لي حتى الرئيس ورجوهم يشدوه طلقوه سي عارف الجلال شكون شحال من ساعة هو معتقل ما كاينش حتى الساعة ما كاينش ما كاملاش دابا انت كيفاش تقول هذا الجلال جلال هو اللي غوت على من هو الجلال الدري ولدو غوت على جلال محمد ما تعرف جلال سمعتي تغوت على جلال تعرف جلال شكون هو ما عرفتيش شكون شكون جلال جلال زعما هو يدخل في القضيه ديالو دخل في القضيه ولقيت بنته قالت لي اللي مع المسيدو عنده لا لا في الخفاء هو اللي هضر كاع من غربتي انت هو اللي كان راه جبداتو حتى هي دابا هي راه عندنا واحد جلال قالت لك عندهم جلال عندنا جلاليه قالت لي قدام ما قالتش لي المهنه ديالو ما تجيبش معايا. قالت لي خدام في المحكمه قالت لي ما تهضرش معايا انا عندنا السيد اللي ضلعة كبيره. زين؟ قالت ليه؟ زعما يدو طويله. خدام في المحكمه. هو اللي وقف هو اللي جرى هو اللي جرى هو اللي تمشي. دابا انت شحال انت تتعاني في هذا المشكل هذا؟ شحال من عام؟ انت طالع في 5 سنين. خمس سنين وانت تعاني وانت كتعاني ومحروم من المحل ديالك محروم من المحل دابا الشكايه تاع الدوله ولاش؟ اشتركت معاهم باش نستاهل صدقوا هما داخلين وانا مشرد باقي الحل لحد الان مشرد ساكن هاد الثلاثه في السطح هادي 5 ديال البوس هذاك الشكايه ل وزاره العدل جاوبوني قال لي غادي نمشي عند الوكيل العام. هاد الشكايات. مشي عند السيد الوكيل العام. سيفطوك عنده. سيفطوني عنده. زيد هذه ديال مزيان سؤال. انا مشيت. مشيت عند السيد الوكيل العام اش قال؟ مشيت للكتابة الضبط. سيفطوني السيدة عند نائب الوكيل العام. مع هذيك المناسبة كولجيات تيقول لي أنا غادي نخدم لك شوية قالت ولا تيقول لي راه غادي نخرج كولجي غندخل نتصدق شكون هو هذا؟ الهنداوي الأستاذ الهنداوي الأستاذ الهنداوي قال لك غادي نقال لك شغلك ولكن دابا أنا راه كاين كونجي خصني نمشي كونجي تندخل نتصدق ونقال لك شغلك الكونجي قال تندخل من الكونجي شكون هو هذا؟ الهنداوي شكون هو؟ الأستاذ الهنداوي هو النائب وكيل وكيل عام زيد في الاخر ملي تسنينا دخل كونجي ملي دخل كونجي قال لي انا ما بقيتش مسؤول على واو عين واو عين ما بقيتش مسؤول على ما بقيتش مسؤول عليها ما قالتش الاسباب ما قالتش علاش لا عنده قال لي ما بقيتش مسؤول على واو عين اشتعيت بقيت تنمشي للكتابه تما ما بان لي والو عملت عملت شكايه ملي خدمت نفس هذه عندك شكاية أخرى صيفطوني دابا راه هذه هذه ديال المجلس الأعلى هي جديدة هذه الثانية الثانية وهذه هذه في الوزارة الوكيل العام المجلس الأعلى هذه اللي سيرت أش متى صيفطت لها؟ صيفطها تقريبا مع هذه والثانية عرفت أخرى ثانية يعني شحال من شكاية طرقتي انت شحال من باب طرقتي؟ خمسة شكايات خمسة البيبان اللي مشيتي البيبان اللي طرقتيهم خمسة عطيني الباب الأول اللي طرقتي المصالح هذه
سيد وكيل العام، سيد وكيل العام راه هو المسؤول الأول على هذا المنطقة اللي نتا فيها، هو هذا الوكيل العام هذا هو عنده الحق يصلح لك المشكل، إذا المشكل أنت كمواطن مغربي وحتى هما الناس اللي معاك خصهم ديالك تا مواطن مغاربة، هنا هاد الناس مديرين باش يحلوا المشاكل ديال الناس، عنده الحق الوكيل العام هو اللي كان عنده اختصاص يوجهها للمختص او القسم اللي هو غادي يكون معني بهذه الشكايه ديالك، هذه من جهه، من جهه اخرى هذا هو الرد اللي كان ديال ملي دخلت انت للمحكمه، هذا هو الرد اللي كان عندهم، هذا هو الرد قال لك ما بقيتش مسؤول اخر شكايه، اخر شكايه سيدي مشيت لعند مشيت للكتاب بالضبط تهونت لي واحد السي واحد البوليسي هون واحد البيرو شكون هو؟ كاتبين غير شكون اللي هبطك؟ الوسيط واحد الوسيط قلت لي قدمت لك شكايه قال لي ودي هذه غير الله شهرين باش جات الشكايه في ودي راه عندي وحده فيها 4 سنين قبل من هذه وتابعني واش قال لك على هذه اللي جات فيها شهرين؟ قال لي عندي هذه راه الله شهرين هذه راه عندي فيها 4 سنين هو يقول لي ما تقولش لي هذيك الهضره اش قال لك عاود؟ قال لي ما تقولش لي هذيك الهضره قال لي ما تقولش لي هذيك الهضره بغيتي تمسحها فينا حنايا كيفاش؟ عاود عاود اش قال لك؟ اللي ديت لي هاد الشكاية جديدة تابع لهادي تابع القديمة قلت لي انت راه انا قال لك هادي راه يلاه جاتنا في شهرين يلاه جاتنا في شهرين انت قلت لي راه حنا عندي شكاية فيها 4 سنين وانا هنا 4 سنين قال لك انت زعما بغيت تمسح في المحكمة هاد الشيء بغيت تمسح في المحكمة 4 سنين قول لي انا يلاه جيتي يلاه عندك شهرين قول لي سيدي وفعلا انا قول لي انا معاك يلاه عندي شهرين يلاه قلت لي هو انا سيدي اسمح لي انا عندي شهرين يلاه حنا كتب لي بالسيف هنايا وراه عندك نعم كتب لي هنايا وقال لي سير سير جاوبك الوكيل سير 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 جاوبك الوكيل كيجاوبك الوكيل كنت دابا مرمي في الزنقه وكيل بلدك تيجاوبك الوكيل ساكن في ساكن في مراكه وفلوس خسرت فيهم ورزقك مشى كلشي ولا الحق مزال راه والله العظيم 80 مليون حق سير هادي راه ولاد الحق والقانون هادشي اللي قلت دابا اسمعني 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 شتي شنو تقول لنا دابا؟ حنا اللي تعاودينا الهضره دابا انت اللي عشتيها لكن هادشي راه ما كاينش يمكن ما خصوش يكون كاع لان الحق يعلى ولا يعلى عليه هادي دوله الحق والقانون الا بداو يتلاعبوا الناس في حقوق ديال الناس اشنو هي الاسباب؟ شنو ما عندكش؟ علاش داروا لك كاع الناس هاد الحاله انت شنو ما عندكش؟ واش ماشي انت اللي بنيت هذيك الدار؟ هو جاوبني واش ماشي انت اللي ما عندكش حق تشارك مع دوك الناس؟ عندي انا اللي عندك واش انت اللي بنيتي انت اللي صلحتي انت اللي بنيتي انت اللي صلحتي انت اللي عزيتي كون خير اللي درتو واش انت اللي بنيتي انت اللي ماديا يا يا هذيك لا مس يا هذيك يا يا انت اللي بنيتيها من خر استغلوها ولا تبيعوا فيها حاجه الخروف جبد شنو عندك تبور خروف ولا تبيعوا سير فين ما بغيتي انت داروا كراهو المايل كراهو المايل الحمد كراهو المايل الحمد وكتبوا عليها الخروف العام العام تيكريوها من العام العام تيكريوها المايل المايل الخروف المايل المايل الحمد كيفاش الحمد ايه شحال تيكريوها ما فهمتش ولا عيب ولا لا ما عرفتش شحال دابا انت دابا اولا اولا وقبل كل شيء اسمح لي قال تعاود دير واحد الشكايه
اسمع مزيان، الوكيل العام براسو، الوكيل العام راه هو ممثل صاحب الجلالة في هذا المنطقة، الوكيل العام راه هو كل شيء، الوكيل العام غتكتب ليه، فهمتي؟ اطلب استغلال السلطات واستغلال النفوذ، خلي النفوذ وخلي السلطات، خلي النفوذ يطلب الحقوق ديالو المشروعة، بين الناس بداو تيستغلوا ليه حتى الملك راه ملك ديالو، صباح الخير صاحب الملك ديالو. الملك ديالو هذا ترامي على ملك الغير؟ ولكن طاح في واحد مستغل النفوذ ديالو. هذا ترامي على ملك الغير، انتي راه سمح بالوثائق ديالو، سمح هادشي راه في الملك ديالو وديالو وحقه. ولو الناس ياخذوه وتيديروا فيه ما بغاو، كيدير واش كاين مخزن في البلاد ولا ما كاينش مخزن في البلاد، انا تنعرف بان المخزن كاين في البلاد، وهادشي اللي عاودتي لي القصه اللي عاودتي ليا، انا بعدا ما دخلتش ليا القصه، ما دخلتش ليا، انا تفاجئت، ما كتدخلش للدماغ، انا تفاجئت، وانت تقول لنا وتتصرح لنا دائما تقول لنا عندهم شي واحد اسمه جلال ما جلال، جلال هو من دخل هادشي، جلال واخا يكون كاع جلال شبغا يكون جلال. الجلال اللي كان درنا خدام المحكمة، درنا واكي، درنا مسؤول، درنا ما غادي يكون في الجانب ديال الحياة التشريعية ديالي، ما غاديش تعدى على شي واحد، هاد الناس اللي هما داخلين المحكمة ما تيعطيو الناس الحقوق ديالهم، ما تقولش هاد الجلال راه المحكمة وكاع عليها حقي، راه خاصك ما يتبتش ذلك واش تعمل شي حجة بان هزيت فيهم ومن المحكمة معاهم ومن الشكايات وعندهم هما تيجبدوا القدر، انا نقول لك اسم اخر باش ما تعرفش انت قدامك القدر هو اسم عقاله نقول انا جلالي عندهم اسم مستعار واش عندك ما يثبت بان جلالي هو اللي وقف هو وهو نائب وكيل او وكيل او في المحكمة الشيلي اسيدي انا سامع الهضره منهم هما من هاد الناس اللي مشاركين معاهم هما اللي مصرحين بها هما اللي مصرحين الصريحه ديالهم الصريحه الاولى الوقت اللي شدوه البوليس جاو ولدو تيجرو تيقول الو جلال انا بغيت نعرف جلال شكون هو وخرج في نفس الوقت ما كاينش ضرب نص ساعة خرج من خرج من الحبس هو تيقولوا ريشارجي ولا صدق شي ريشارجي خرج من الدائرة الدائرة ولكن انا خرج من الدائرة ولا كانوا شاف الساعة خرج من الدائرة ديك الساعة غير موتو التليفون غير موت ولدو ما كايناش قلت لك الضرب نص ساعة خرج ولات هو تيغوت ليا بالتليفون تيقول لي هو صورتي هو اللي عيط لي هو صورتي هو بيت ومرته تتقول لك هو بيت مع عالو وبلاتي عليك هذه هي الهضرة صافي وخرجوا عليك بنته قبل تتقول لها عندنا شفت كنت تحت الحراسة مشددة كاينة ولا لا ولكن ما خصهاش تكون لا كانت الحراسة مشددة بالنسبة ليه هو فقال دافي تيخدموا الوكيل 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 كيكون تحت الحراسة وكيتخدم الإبرة شوف هذه السيرة عندك تهنا من نقد الإبرة ديال اش هاد النقد هي هذه هي اللي عطا لك الوكيل من المزيد الآلة هما اللي عطاو لك داك الدوسي الأول عوضوا الحيط شكون يدخلوا الحيط؟ دخلوا الحيط شحال علاش يدخلوا الحيط؟ شحال من عام ودخل الحيط؟ تقريبا راه من البداية حتى الآخر جوا لا واش ما فيش شي وثائق شي شروط كاملة علاش دخلوا الحيط؟ شنو الأسباب؟ هذه هي اللي بغيت نعرف أنا كيفاش وأنت أنت الشيء عندك كلشي غير يدخلوا للحيط وتبقى حتى في الزنقه وتبقى حتى في الزنقه واللي دار اللي مطلوب الحقوق ديالك وتدعي ولا هذا يدخلها بالحيط الا دار شي كيخصك تدخل الحيط نعم دابا شتي المشكل نعم دابا عنده دوسي اخر دابا نعم هذاك دابا الملف اللي كان في الحفظ نعم ما لا 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 الملف اللي كان في الحفظ دابا طلعوا من الحبس سقطوا الكوميسيريه باش يعاقبوا الشهود هذا باش يتصمتوا للشهود اللي كاينين لكن المشكل تصمتوا للشهود وتصمتوا ليه هو ولكن لحد الساعه ديال الان حتى حاجه ما كاينه علاش اش كيقولوا ليه وراه كنصيفطوا ليه السيده وما بغاش يجي اذا هذا اذا راه ولات اذا ما بغاش انت امام القانون لا شغل يكون لا 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 لا, لا. اذا حتى هذا ملي دابا حنا ملي كنقولوا هذا السيد ما بغاش يجي اذا اشنو الراي ديالكم واش نوضوا نهزوا شي زباطه ونمشيو لهذا السيد حنا نقول لكم نقنفوا فيه تما ونخرجوا هضر واش نديروا به اذا لو اسمح لي انا لان المخزن كاين في البلاد لا بلاتي انت ملي انت تكون انت مخزن وتقول لي هذاك السيد راه صيفط لي ما بغاش يجي اذا اش بغيتي نمشي ليه انا؟ غادي يجي بالقوه هما اللي غايجيبوا وبالقوة قال لي غايجيبو اش قالوا هما؟ ولا وحنا يمكن نجيبوه كذا كذا ويمكن تقع لي كذا كذا اي يموت تقع لي اللي بغا يموت حتى المؤمن الوكيل اذا كان مريض تديو المستشفى يحطوه الله يحفظك تركز على السيد الوكيل يشوفو ويعطو السيد الحقوق
الحقوق ديالو درتها هو الحق ديالو. اذا الحاجه اللي هي كاينه اللي هي واضحه ومزيانه زعما واضح كلشي اللي كاين عند السيد ما بين هذا السيد اللي كيف قال هو وما بين الكوميسيريا. علاش؟ لانه حيت الوقت واش كيفاش واش انت كتصيفط السيد على واحد وما كيجاوبش؟ اذا غادي تاخذ مثال غادي نفرض هذا السيد غادي يموت اش غادي دير؟ غتاخذ امر من عند السيد وكيل الملك وغادي تجيبو يموت يموت ياك. واش غير هو لا غيموت لك الاجل ديال الاتخاذ راه يموت. اسمح لي الله ولكن مقصد الخدمه ديال ها الله عليك. ولكن هاد الناس ما قاموش بالخدمه ديالهم خدمتهم ما داروهاش حد الان ما بغاش يقوموا بالخدمه. كنقول لك دابا راه هادو سيدي كذا راه باقي عندهم دابا راه صليت وباقي دابا ربما سيطوا لي بالسيدات وما بغاش يحضر ربما شي شحال السيدات تقريبا شي ثلاثه السيدات ولا اربعه ثاني حال المخ ما بغاش لا بغاش يحضر هو راه هو كيفاش يحضر كاين اللي يبيع عليه سير وما كاين لا كاين اللي يبيع عليه ما كاين لا ما كاين ما كاين ما كيجاوبش كاع بصفه نهائيه يعني سالتو لي استدعى بولو ما عرفتش لا اول مره نسمع هذا هذا هو المشكل. لا سيدي هذه شوف هذه استدعاء والله لا شوف سي اسمك لا شوف هذا سيدي سعيد هذا الشيء هو اللي كاين ما كاينش من غير هذا الشيء وكل شيء هذا الشيء يعني في الحقيقه يعني كل شيء على حساب الكوميسيريه لان الكوميسيريه ما دارتش خدمتها ما دارتهاش وفي الاخير ملي صيفطوا له الدوسي ديالو من الكوميسيريه صيفطوه للمحكمه ايوا الحمد يوم سلام ملي كيمشي عندهم كيقول لي داخل الحمد نعم ايوا اذا مش هذا الاسباب ما راه هذا الاسباب باش غادي يقول لك هذا الميت علاش يعني كيقول لك مثال لا اسمح لي غادي يقول مثال ملي غادي يدخل الحمد غادي يدير لك اسباب علاش دخل الحمد يعني ما كاينش هذه الوثيقه او ما كاينش هذه او ما كاينش مازال ما كاملش لا حتى حاجه ما كاينه صافي مين مشى يدخل الحمد الله يهديك ايوا هنا خصو يدوز الحرد ويسدو ذاك الميت خصو يتسد اي لا لا ولكن خصنا دابا الميت ذاك الميت خصو هما خلاص تلقاو بغاو يسدو هذاك الميت وطرقوا هذاك الباب وخليوه الضحيه كاين صافي هذا هو غير الضحيه اللي خصنا نشربوا هذا هو الحل اللي عندهم دابا خصنا نعرفوا اللي خسروا اللي نصف لنا هاد السيد كاينو كضحيه دابا السيد هو شنو طلب معاه كيطلب باغي حقه باغي حقه ما باغي اش طلب زعما باغي حقه باغي ما حاله الكلمه الاخيره شنو هو تطلب شنو كتطلب كاين باغي ما حاله باغي الحق ديالك صافي باغي حقه باغي المحل ديالو بانك راك ما ساكنش ما ساكنش تم تشرب فهمتيني تم تشرب كتقلب على الحق ديالك كتقلب على المسك على المسكن ديالك فين تسكن فين تسكن ما عندكش فين تسكن دابا انا البراكه دابا شكون اللي عطاك هذيك البراكه كما سمعتها عطيها لك اختك عطاك اختك ياك الدار دار هادشي اللي سمعت انا هاد الناس هادو هاد الناس هادو جابك الملك محمد السادس الله ينصرو فهمتي جابك الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم هو بغى هاد الناس يتيسو شتا هو استعطاهم هاد الاستفاده ما بغاش هاد المشاكل بغى الناس تسع بعد ما كانوا جوج مترو هما صبحوا اليوم عندهم مطبخ عندهم جوج ديال الغرفات عنده غرفة ديال الاستقبالات عنده جوج ديال الغرف ديال النوم عنده فهمتي هاد وما حمدوش الله سبحانه وتعالى الناس ما تخلوا لا فهمني حتى شي حدا في هاد الناس ما كاينش شوف ما كاينش موعر من هاد القوم راه شوف راه ما كاينش موعر منهم بالاخص هادو اللي طاح فيهم سهم ما هادو اللي طاح فيهم ولا اي واحد كاينين كاع ما نسكنش معاهم صاروا مشاكل مع انا شويه عنده بزاف لا لا اسمع شوف كاين اللي اتصل مع ناس زوينين ولكن كاين اللي اتصل مع شي مجرخين هو كانت عنده عابر هكا اصبح عنده 84 متر واصبحت عنده كوزينه شوف وكيشرط عليها وكيشط عليه تمن اسمه الروبينيات شحال واحد 200 لواحد ما ديرش بيا 500 400 لواحد الروبينيات في الطبقة شفت 30 بريز 30 سيرور ديال الضو في دار ما ديرهاش وراه دابا راه الشيء ما تنقولوا فيه راه موجود وبلاش شوف قول سي اسمه العود شحال ديال العود نجار واحدة؟ 5 مليون ونص
العود وحده والو مزيان وصلت الى الكرام الاعداد تما راه تسلف ديال تسلفتي بعدا كل شيء ودابا الان باقي كيتسالو مزيان تسلفتي عما تسلفتي شحال تقريبا كيتسالف تعدي سالني شي 20 مليون دابا قاعد تسال وكان عندي واحد المعيد وبعثي حوايجك وبعثي معالي وبعثي حوايجي كاع وكملت ليهم هما رزقت والله كانت عندك بورت ما مسكينه عرفت شي لا الله هذا ولا طاق ما هنا من بعد بعد هذيك باعها باش باش بنى لها المباشر هذيك باعها الباطنة باش بنى لها الناس دابا انت السي حمي اتفق معنا بان انت غادي نلحقوا في اليوتيوب اتفق معاك غيتلاحق شي في اليوتيوب غيتلاحق في اليوتيوب اتفق معنا باش نلحقوا في اليوتيوب الحق ما ندورش عليه واخا يكون مقطع الراس باغي ديالي انا نموت على ديالي ولا صافي انت ما خصكش تبقى متشرد صافي انسى تيموت على بلادو ولا على بلادو ضعتي في حقك انا متبعين القانون ولا القانون يا كشري يعني خدوك الحق المزيد دابا توجهتي للرجال الاعلام باش 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 الراي العام يعرف الحقيقه ويعرف الحقيقه الله يرحم الوالدين يلا سيدي نتمنى ان شاء الله باش شوفوا قول شنو كطالب شوفوا 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 السي الاولى والاخرى والله العظيم والله العظيم المحل ديالك الحاله ديالو طالب الحقوق ديالك الا كنتي لا كنتي لا كنتي كنشي المحل ديالك الاسلام زعما الانسان والمعاناه والله العظيم كتب وبعتي الحوايج وبعتي ومدة خمس سنين ما خديتيش ما لقيتيش لي نصفك غير ما لقيتيش لي نصفك واخا درتي في الاصلاحيات بنات شي شكايات وما لقيتيش كاع لي نصفك خمسة شكايات خمسة شكايات وما لقيتيش كاع لي عطيت الحق ديالك واخا انت جيتي عندنا داك السياسية على هذا المشروع ان شاء الله ان شاء الله في الاعلان في الجريدة وفي اليوتيوب في اليوتيوب ان شاء الله في الجريدة ديالنا وفي اليوتيوب ان شاء الله نشكركم تعاون مع الله يجزيكم بخير وراه شوف وراه بنادم ملي كيخدم راه ماشي زعما قضيه غير مهم